بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب أصول الإيمان لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. الدرس 12. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال عبد الجبريل عن نبي عبده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم حرما يتدارك بالقران فقال: انما هلك من كان قبله بلالا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وانما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه ببعض أما علمتم منه فقولوا وما علمتم فجروه إلى عالم رواه أحمد وابن ماجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد فصلت آياته ويصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فكلام الله جل وعلا معصوم من الاختلاف، أن يناقض بعضه بعضا، بل يصدق بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. وقد قال الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هناك آيات واضحة في نفسها وهذه هي المحكمة، وهناك آيات تحتاج إلى تفسيرها بآيات أخرى لا يتضح المطلوب منها في نفسها، بل لا بد من ضمها إلى الآيات المحكمة لتفسرها. وطريقة الراسخين في العلم أنهم يفسرون كلام الله بعضه ببعض، فالمطلق منه تقيده آيات أخرى، والمجمل توضحه آيات أخرى، والناسخ والمنسوخ بكلام الله عز وجل. هناك آيات منسوخة تنسخها آيات أخرى، وهذا يحتاج إلى معرفة هذه الأمور، تحتاج إلى علم بكتاب الله عز وجل. فلا يجوز للإنسان أن يدخل في كتاب الله بدون أن يكون عنده أصول يعرف بها كيف يفسر كلام الله. ولذلك وضع العلماء قواعد للتفسير تسمى أصول التفسير. لا بد للمسلم وطالب العلم أن يعرف هذه القواعد وهذه الأصول. أما الذين في قلوبهم زيغ هدفهم تلبيس على الناس
تشكيك الناس في دينهم، فهم يأخذون المتشابه ويستدلون به دون أن يردوا إلى المحكم، يريدون أن يلبسوا على الناس دون أن يردوه إلى المحكم. هؤلاء أهل زير، وسيأتي في الحديث إذا رأيتم الذين يأخذون المتشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. وهناك من الناس أناس ليس عندهم زير ولكن عندهم جهل، عندهم جهل فلا يتقنون تفسير القرآن على الوجه المطلوب، فيأخذون الآيات المتشابهة دون أن يردوها إلى المحكمة ويستدلون بها لا عن زيغ ولكن عن جهل، وهذا حرام ولا يجوز. والأول كفر، الأول كفر، اللي يقصد تلبيس هذا كافر، أما الذي لا يقصد ولكن الجهل حمله على هذا المدخل هذا يعتبر ضلالا ومحرما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال في القرآن برأيه بما لا يعلم يتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب. كتاب الله يجل ويعظم ولا يدخل في تفسيره والاستدلال به إلا أهل العلم وأهل الرسول. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أم الأم هي التي يرجع إليها الشيء، وأخر متشابهة، آيات أخر متشابهة. الناس انقسموا إلى قسمين، فأهل الزير أخذوا المتشابه وتركوا المحكم، وأهل الرسوخ في العلم يردون المتشابه إلى المحكم ويقولون كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، محكم المتشابه، فلماذا يؤخذ طرف ويترك الطرف الثاني؟ كلام الله يفسر بعضه بعضا. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث خرج على الصحابة وهم يبحثون في بعض الآيات المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم وجههم وقال لا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، ما علمتم فقولوا به وما لم تعلموا فكلوه إلى عالمه. الذي لا يحسن ولا يتقن لا يدخل في تفسير كلام الله عز وجل ويقول على الله إن الله أراد كذا وكذا، هذا خطر عظيم عليه وعلى غيره. إذا كان لا يعلم هل يتوقف؟ يتوقف ويرد علمه إلى عالمه سبحانه وتعالى. الحاصل أن كلام الله عز وجل لا يجوز الخوض فيه إلا بعلم وبصيرة وإلمام بقواعد تفسيره وضوابط تفسيره. نعم، أعد الحديث. وعن عبد القيم عن أبيه عن جده قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارون بالقرآن. يتدارون يعني يتدافعون، كل واحد يقول كذا، كل واحد يبدي رأي، نعم، ويختلفون. نعم، فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا. نعم، إنما هلك من كان قبلكم من اليهود والنصارى بهذا. اليهود والنصارى حرفوا التوراة والإنجيل وغيروا فيها فهلكوا والعياذ بالله. نعم،
مروا كتاب الله ما مروا ببعض، يعني جعلوا بعضه يعارض بعضا، جعلوا بعضه يعارض بعضا، في حين أنه لا يتعارض أبدا، لكن هذا يحتاج إلى علم بصيرة. نعم. وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا. نعم. فلا تكذبوا بعضهم ببعض، فما علمتم منه فقولوا وما جهلتم فكلوه إلى العالمين. فمثلا قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، وقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، الآيتان مختلفتان في الظاهر، واحدة توجب العدة سنة للوفاة، واحدة توجب العدة أربعة أشهر وعشرة أيام. فالعلماء يقولون إن آية الحول منسوخة في آية أربعة أشهر، منسوخة في آية الأربعة أشهر، فالعدة للوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام، وأما متاع الحول هذا كان في أول الأمر ثم نسخ. القرآن يدخله النسخ، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها، فهذا لا تعارض بين الآيتين، لأن العمل على الآية الأولى وأما الثانية فهي منسوخ. بمثل قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا فيه الأمر بالوصية للوالدين، هذا منسوخ في قوله في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه كل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه لأمه الثلث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. إذن تكون الآية منسوخة، والذين وهي قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، هذا في أول الأمر، ثم نسخ ذلك بآية المواريث، فلا تجمع للوالدين بين الميراث والوصية. هذا يحتاج إلى علم وإلى بصيرة، كما قلت لكم أصول التفسير تبين هذه القواعد، توضحها. نعم. كذلك السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، تفسر القرآن وتوضحه، كما قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أيديهما من أين القطع؟ اليد كلها تقطع؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يقطع من مفصل الكف، مفصل الكف من الذراع، هذا محل القطع، بيّنته السنة العملية من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا: هل تقطع اليمنى ولا اليسرى؟ فاقطعوا أيديهما. في قراءة أخرى: فاقطعوا أيمانهما. فالقراءة تفسر المطلقة، قراءة المقيدة تفسر المطلقة، يحتاج إلى علم وإلى بصيرة. لو يجي واحد يقول خلاص، الله يقول فاقطعوا أيديهما، انقطع يديه كلهم، أيديهما انقطع يديه كلهم، خليه يمشي بالمطلقة. هذا ظاهر الآية. يقول: لا يا أخي، ما الآية لها تفسير ولها توضيح من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. مثلا الزكاة،
أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. ما هي الصلاة؟ كم عدد الركعات؟ كم عدد الصلوات؟ هذا في السنة بيّنته السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبيّنه قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وقوله تعالى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فسر القرآن بعضه بعضا والسنة. الزكاة: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. كم مقدار الزكاة؟ وما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ ومتى تجب الزكاة؟ وكم النصاب؟ هذا كله بيّنته السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلا بد من التعقل بهذه الأمور، تفسير كلام الله بكلام الله أو بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال رحمه الله تعالى: باب التقييد على طلب العلم وكيفية الطلب. في حديث الصحيحين في فتنة القبر. نعم. قال رحمه الله: باب التقييد على طلب العلم وكيفية الطلب. نعم. في حديث الصحيحين في فتنة القبر: إن المنع عما يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلتم. نعم. ألا في ذم التقليد، وذلك أن المعذب مقلد، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ولم يتعلم كتاب الله وسنة رسوله، ولم تعلم أمور دينه، وإنما أخذ الدين بالتقليد فقط. هذا لا يجوز، لا بد أن المسلم يتعلم أمور دينه، يتعلم أمور دينه. أما أمور العقيدة فلا يجوز فيها التقليد مطلقا، لا بد أن الإنسان يتعلم عقيدة إما مجملة وإما مفصلة حسب الاستطاعة، ولا يقلد أحدا فيها. وهذا هو الذي يقول فيه المعذب سمعت الناس يقولون، من ربك؟ يقول ما أدري. ما دينك؟ يقول ما أدري. من نبيك؟ يقول ما أدري. سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. تقليد في العقيدة لا يجوز، لا بد أن يتعلم العقيدة، على الأقل يتعلم المختصرات في العقيدة، أنواع التوحيد وأنواع الشرك وما يتعلق بذلك، تعلم العقيدة حتى يعبد الله على بصيرة، تعلم معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا العقيدة شهادتين: من هو الرسول؟ ما هو نبيك؟ لا بد أن تعرف اسمه وتعرف نسبه وتعرف موطنه وتعرف متى بعث عليه الصلاة والسلام، وتعرف سيرته، ما أين بعث وأين هاجر، تعرف ذلك. لا بد تأخذ معلومات عن الرسول صلى الله عليه وسلم. الدين: ما هو دينك؟ لازم تعرف أركان الإسلام. الدين خمسة أركان: شهادتان والصلاة والزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام. تعرف هذه الأمور، تعرف الإسلام ما هو الإسلام، تعريف الإسلام حقيقته ما هي. ولنا مسلم يقول لك ما هو الإسلام، يقول ما أدري،
ما يصلح هذا، لازم تعرف هذه الأمور. نعم. وفيه ما عن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، في الصحيحين حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا فيه دليل على تفقه في الدين، وأن الإنسان لا يجهل أمور دينه، بل لا بد أن يتفقه في أمور دينه. والفقه معناه الفهم، يفهم أمور دينه على وجه يتمكن من الإتيان به على الوجه المشروع، لا عن جهل وتقليد، وإنما عن علم وبصيرة. فالفقه في الدين معناه فهم الدين، ما يأخذ الدين عن تقليد، وإنما يأخذه عن فهم ومعرفة، وذلك بتعلمه. فمن اعتنى بدينه وتعلمه هذا دليل على أن الله أراد به خيرا. ومن لم يتعلم ولم يتفقه أمور دينه هذا دليل على أن الله أراد به شرا. فمنطوق الحديث أن من علامة الخير أن يتفقه الإنسان في دينه، ومن علامة الشر أن يجهل الإنسان أمور دينه ولا يعتني به. والفقه على قسمين: قسم فرض على الأعيان على كل مسلم، وقسم فرض كفاية. فالذي هو فرض على الأعيان يعني على كل مسلم هو أن يتعلم أركان الإسلام الخمس، تعلم أركان الإسلام: توحيد، الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. تفقه في هذه الأركان، يعرف معناها ويؤديها على بصيرة. هذا لا يعذر أحد بجهله، لا ذكر ولا أنثى، ولا لا يعذر أحد بجهله. إن جهله فهو على خطر عظيم، إنه في القبر يقول: لا أدري، ها لا أدري. هذا فرض عين، تعلم الإنسان ما لا يستقيم دينه إلا به، هذا فرض عين من معرفة أركان الإسلام الخمسة. أما ما زاد على ذلك من فقه المعاملات، فقه المواريث، وفقه الأنكحة، والطلاق، والقضاء، فهذا فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من الأمة سقط الإثم عن الباقي، وإذا تركوه كلهم أثموا جميعا، يأثمون جميعا. أنه لا بد أن يوجد هذا العلم حتى يقوم العلماء بالحكم به بين الناس في معاملاتهم وفي مواريثهم وفي أنكحتهم وفي القضاء بين الناس. لا بد من وجود هذا في الأمة. فهذا هو الفقه على قسمين: فرض عين وفرض كفاية. نعم. وفيهما عن ابي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكريم اضاء ارضا فكانت منها طائفه طيبه قبلت الماء فاحبت تلك الارض العلم الكريم وكانت فيها اناد وامسكت الماء فنفع الله بها الناس وسقوا وزرعوا وأصابهم من طائفة أخرى
إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تثبت كلاء فذلك مثل من سقط في دين الله وأنعمه ما بعث لله به فعلم وعلم ومثل من لم يرضى بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. نعم، هذا من الأمثلة النبوية. الله جل وعلا يضرب الأمثال للناس، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم يضرب الأمثال للناس للتوضيح، للتوضيح الأحكام وترسيخها في أذهان. هذا مثل عظيم من الأمثلة النبوية أو من الأمثال، من الأمثال النبوية. شبه العلم الذي جاء به صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة شبهه بالغيث، بالمطر، لأن المطر تحيا به الأرض والعلم تحيا به القلوب، فالعلم يشبه المطر. ثم قسم الناس مع العلم إلى ثلاث أقسام، مثل أقسام الأرض تماما. الأرض إذا نزل عليها المطر تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الذي يحفظ الماء في الخوابي والأفغبة، ويحفظ الماء ويربط الكلى والعشب، يجتمع فيه حفظ الماء والإنبات، يكون فيه مخابي للماء وفيه وفي الأرض عشب، فينتفع الناس بالسقي والري وينتفعون بالعشب، ينتفعون بالعشب. هذا مثل فقهاء المحدثين الذين حفظوا النصوص وتفقهوا فيها وبينوا فقهها للناس، شرحوها ووضحوها، مثل الأرض التي جمعت الماء وأنبتت الكلى، حفظوا، هذا مثل جمع الماء. تفقهوا، هذا مثل إنبات الكلى. وهؤلاء يقال لهم فقهاء الحديث، كالإمام أحمد والشافعي ومالك والإمام البخاري، وفقهاء الحديث الذين جمعوا بين الحفظ والفهم، الحفظ والفهم الذي هو الفقه. وهؤلاء أفضل طبقات العلماء. القسم الثاني من الأرض أرض صلبة ما تنبت، ولكن فيها مخابي جمعت الماء للناس فشربوا منها، هذا مثل الحفاظ، حفاظ الحديث الذين حفظوا النصوص واعتنوا بالأسانيد، اعتنوا بالأسانيد وميزوا، ميزوا الصحيح من غير الصحيح والموضوع، فاعتنوا بحفظ السنة. هؤلاء هم الحفاظ، لكن ما عندهم فقه، ما عندهم فقه، لكن اعتنوا بحفظ السنة للناس، مثل الأرض التي حفظت الماء للناس لكن ما فيها نبات، تنفع، هذه تنفع الناس في الري، تنفع الناس في الري، يريدون هذه المياه، كذلك المسلمون يريدون هذه النصوص التي حفظها لهم الحفاظ فيتفقهون فيها، يفهمون، نفع الله بهم، حرسوا السنة وحفظوها، دونوها وطردوا عنها كل دخيل، فيهم خير. لكن الصنف الأول أفضل، الذين جمعوا بين الفقه والحفظ، هؤلاء أخذوا الحفظ فقط، ليس عندهم فهم فقه. الصنف الثالث من الأرض أرض أجادل، أرض قيعان، أرض قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء،
هذا مثل الناس اللي ما يعتنون بالسنة، لا يحفظونها ولا يتفقهون فيها. هذا مثل مطابق جدا، وهذا شر الأقسام، لا فقه ولا حفظ، شر الأقسام. مثل الأرض اللي ما فيها ماء ولا فيها نبات، ماذا يستفاد منها؟ ما يستفاد منها شيء. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سن الله مثلهم. نعم، هذا مثل الحديث الذي مر في أول الجلسة في مسألة المتشابه من القرآن، وقلنا المتشابه هو الذي لا يتضح معناه لنفسه وإنما بإرجاعه إلى غيره من النصوص، هذا هو المتشابه. وهذا لا يستدل به منفردا، بل يرجع إلى المحكم ويرد إلى المحكم يفسره. فالراسخون بالعلم يجمعون بين النصوص، يردون المتشابه إلى المحكم. أما أهل الزيغ فهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم. فإذا رأيتم من يفعل هذا فأولئك الذين سمى الله في القرآن، أما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني تفسيره، ما يفسر إلا بالمحكم، ما يفسر بالرأي، وإنما يفسر بالنصوص المحكمة. هذا إذا أريد بالتأويل التفسير، وإن أريد بالتأويل ما يؤول إليه تؤول إليه هذه الأخبار في المستقبل، فهذا لا يعلمه إلا الله. يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، تأويله يعني مآله. ويوسف عليه السلام لما ربع أبويه على العرش وخروا له سجدا قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي، يعني هذا مآلها، قد جعلها ربي حقا. فالتأويل على قسمين، تأويل يراد به التفسير، وهذا يعرفه العلماء الراسخون في العلم، وتأويل يراد به ما يقول إليه المغيب، الأخبار المغيبة مثل أمور الآخرة والجنة والنار، هذه ما تعلم إلا إذا وقعت في المستقبل، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي بعثه الله في امته قبلي الا كان له من امته حوالين واصحاب ياخذون بسنته ويقتدون بامره ثم ان اثرهم من بعد القلوب يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاء لهم بيده فهو مؤمن ومن جاء لهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاء لهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان خمسة قوسين رواه مسلم. نعم، هذا فيه ان الانبياء عليهم الصلاه والسلام يكون لهم أصحاب وحواريون، يعني أنصار ينصرونهم ويأخذون عنهم العلم ويتلقون عنهم الشريعة ويعملون بها، فهؤلاء هم خير القرون، خير قرون الأمة، كما قال صلى الله عليه وسلم خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. لماذا؟
لأنهم تلقوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم الكتاب والسنة والشريعة بأمانة وبلغوها وعملوا بها، فهؤلاء الذين يكونون مع الأنبياء من الحواريين والأنصار هم أفضل الأمم. ثم يأتي بعد هؤلاء خلوف متأخرون يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، يخالف قولهم فعلهم، فلا يعملون بما علموه من الحق، وإنما يعملون بأشياء لم يؤمروا بها، يفعلون أشياء يتقربون بها إلى الله ويتعبدون بها لم يؤمروا بها، إنما هي من البدع والمحدثات، فيتركون السنن ويعملون بالبدع. هذا عمل الخلوف المتأخرة الذين يأتون بعد القرون المفضلة، سمتهم وصفتهم في الغالب أنهم لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالبدع والمحدثات، وهذا شيء واقع. تجد كثيرا من هؤلاء الآن ما يلتفتون إلى السنة، وإنما حرصهم على البدع، ينقبون عنها ويبحثون عنها ولا يعتنون بالسنن والأوامر الإلهية، وإنما يعبدون الله على حسب ما تستحسنه أهواؤهم وما يأمرهم به أكابرهم وقادتهم، فهم يفعلون ما لا يؤمرون، يفعلون شيئا لم يأمرهم الله به ولا رسوله، وإنما أمرتهم به أهواؤهم وشهواتهم أو أمرهم به قادتهم ورؤساؤهم. فهذا فيه الفرق بين الخلف والسلف، أن السلف يتقيدون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، يتمثلون الكتاب والسنة ويتجنبون البدع والمحدثات. أما الخلف فعلى العكس، يتركون السنن ويعملون بالبدع والمحدثات، نسأل الله العافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: من جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه، يعني هؤلاء القلوب، من جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هؤلاء المبتدعة والضلال من كان له سلطة فإنه يجاهدهم باليد ويمنعهم من هذه الأمور، ومن لم يكن له سلطة وعنده علم فإنه يجاهدهم باللسان، وذلك بالرد عليهم والتعقيب عليهم وبيان الباطل الذي يعملون به. ومن لم يكن عنده علم ولا سلطة فإنه يكرههم بقلبه ويكره أعمالهم بقلبه، ولا يعمل ولا ينكر بيده ولا بلسانه لأن ما عنده علم، لكن يكرههم بقلبه ويكره أعمالهم بقلبه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، إنا لن نرى عنيد من يهود تعجبنا، فلترى أن نكتب بعضها، فقال: لم تتركون أنتم كما تحرك اليهود والنصارى، لقد جئتكم بهذا الضرر نقيا، ولو كان موسى حيا ما وزعه إلا اتباعه. رواه أحمد. نعم، شريعة الرسول، شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كاملة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهي كاملة
وشاملة لمتطلبات الناس إلى أن تقوم الساعة، وهي أيضا ناسخة لما قبلها، ناسخة لما قبلها، فيجب العمل بها، يجب العمل بالناسخ وترك المنسوخ. فلا يجوز لنا أن نأتي بشيء من التوراة أو من الإنجيل وننشره بين الناس، لأن عندنا ولله الحمد ما يكفي، ما يكفي الجن والإنس، ويكفي لجميع الأزمان إلى أن تقوم الساعة. فلا نأتي بشيء من التوراة ولا شيء من الإنجيل ولا شيء من الزبور، بل نقتصر على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على عمر لما رأى معه أوراقا من التوراة، أنكر عليه. ولما سأله عمر رضي الله عنه عن أنه يجد عن اليهود والنصارى أشياء تعجبه هل يأخذ بها، نهاه عن ذلك وقال لو كان موسى، موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام أفضل أنبياء بني إسرائيل وأول أنبياء بني إسرائيل، لو كان حيا ما وسعه إلا اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن شريعة موسى نسخت وأمر الجميع باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، أولئك هم المفلحون. وقال عليه الصلاة والسلام لا يسمع لي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، الذي يبقى على النصرانية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يبقى على اليهودية بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من أهل النار، لأنه ترك ما أمره الله به من اتباع هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سلمة النبي رضي الله عنه مرفوعا إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وقد تقولون فلا تعملوها وحرم أشياء فلا تستمتعوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تفرحوا عنها عليكم مثل الله تعالى وغيره. نعم، هذا الحديث عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوا وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء فلا تبحثوا عنه رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنه. فذكر أن أمور الدين على أربعة أقسام، القسم الأول الواجبات الفرائض، هذه لا يجوز أن يضيع شيء منها، بل يجب الإتيان بالفرائض ولا يضيع منها شيء. الثاني المحرمات التي حرمها الله، هذه يجب تجنبها، كل ما حرم الله يجب تجنبه والابتعاد عنه، ولا يجوز فعل شيء من الحرام. والثالث الحدود وهي المباحات، أباح الله أشياء أحلها للناس فلا تعتدوها، لا تتعدوا الحلال إلى الحرام، قال تعالى تلك حدود الله فلا
تعتدوها. وحدود الله تطلق ويراد بها المباحات فيقال فلا تعتدوها، وتطلق ويراد بها المحرمات فيقال فلا تقربوها. المحرمات لا تقربوها، يعني ابتعدوا عنها وعن الوسائل الموصلة إليها، وأما المباحات فلا تعتدوها إلى الحرام. الدم ما فيه دليل على تحريمه، ولا فيه دليل على إباحته، ولا فيه دليل على أنه واجب. يسعنا السكوت عن هذا ولا نسأل عنه. فهذا فيه، هذا الحديث فيه أنه يجب فعل الواجبات وترك المحرمات والاقتصار على المباحات والسكوت عن المسكوت عنه. وهل هذا كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. هل هذا يعني ترك البحث عن المسكوت عنه في عهد الرسول، أو هو عام إلى أن تقوم الساعة؟ الظاهر والله أعلم أنه عام إلى أن تقوم الساعة. المسكوت عنه لا نبحث عنه، اللي ما له دليل على إيجابه ولا على تحريمه ولا على إباحته، فإننا نسكت كما سكت الله عنه. الله جل وعلا لم يسكت عنه نسيانا، أن الله لا ينسى، وإنما سكت عنه رحمة بالعباد، رحمة بكم غير نسيان. ومن هنا قال العلماء في السؤال، في سؤال أهل العلم على قسمين، يقولون السؤال الذي القصد منه التعنت، الذي يقصد منه التعنت والمباهات وإظهار أن الإنسان يفهم، هذا لا يجوز، وهذا مثل أسئلة بني إسرائيل لأنبيائهم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فالسؤال الذي يقصد به التعنت أو التنطع هذا لا يجوز، أما السؤال الذي يقصد به معرفة الحكم الشرعي هذا مأمور به. قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. قبل من يعلم ويرضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أنتم عن قريش وما أمرتكم به فاتبعوا ما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبل: ما أمرتكم به ما نهيتكم عنه واجتنبوه، ما نهيتكم عنه واجتنبوه، هذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: حرم أشياء فلا تنتهكوها. فالحرام يجتنب كله، وأما المأمور به فيؤتى منه بالمستطاع. وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، لكن أما الحرام فيجتنب كله، لأن اجتنابه سهل. وأما الأوامر هذه قد يكون بها شيء ما يستطاع، مثلا المريض ما يستطيع يتوضأ تيمم، ما يستطيع يصلي قائما يصلي جالسا، ما يستطيع يصلي جالسا يصلي على جنب، ائتوا منه ما استطعت. يجي أحيانا أحوال ما يستطيع الإنسان أنه يطبق الأمر تماما، يطبق ما يستطيع منه، هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فالأمر يؤتى منه بالمستطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما النهي فسهل تجنبه، تجنب ما حرم الله عز وجل. نعم. ما قال وما نهيتكم عنه فاجتنبوا منه ما استطعتم، لأن كله يستطاع تجنبه،
نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء، مثل الحديث اللي قبله، مثل الحديث أبي ثعلبة سكت عن أشياء فلا تسألوا عنها. يوضح ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الأقرع بن حارث التميمي فقال: أكل سنة يا رسول الله؟ فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم سأل فسكت عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، يعني كل سنة. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتم، يعني اتركوا السؤال اللي ما لكم فيه فائدة. لو كان انه كل سنة بيّنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان انه كل سنة الحج بيّنه الرسول، فلما لم يبينه دل على انه ما هو كل سنة. ذروني ما تركتم، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني بني إسرائيل، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. يسألون ثم يعجزون عن التطبيق. لو أنهم سكتوا ما صار عليهم حرج. مثلا خذ قصة البقرة. الله جل وعلا قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. لو أنهم أخذوا أي بقرة وذبحوها حصل المطلوب، لكن قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما، قال: إنه يقول: إنها بقرة لا فارغ ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول: إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول: إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. شدد عليهم. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني ما جاء بالحق إلا الآن. أنا من سوء أدبهم مع رسول الله. فذبحوها وما كادوا يفعلون، ما صعبت عليهم، عجوا يرقون البقرة اللي فيها هلا وصافي، لأنهم شددوا فشدد الله عليهم. ولو أنهم أخذوا بقرة من الأول، أي بقرة، وذبحوها حصل المقصود. فهذا من تعنتات بني إسرائيل. نهينا أن نفعل مثل فعله مع نبينا عليه الصلاة والسلام، بل نتأدب، وما أمرنا به فعلناه، أو فعلنا ما نستطيع، وما نهانا عنه اجتنبناه، وما سكت عنه اسكت عنه. هذا هو الأدب مع النبوة. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حفظ الله عهدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها ورداها، فربها من ابن غير فقيه، وربها من ابن الى من هو اخر منه، ثلاث لا يحل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين وعلوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. رواه الشافعي والبيهقي في المدخل، ورواه أحمد وابن ماجه والدارمي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. يكفي، نقف عند نعم. الله عليكم وبركاته عليكم الشيخ. هذا السائل يقول: أيصح التقرير من فيات العقيدة كالأدلة على الرؤية والنزول وكذلك؟ هل يصح التقرير من فيات العقيدة كالأدلة على الرؤية والنزول وكذلك ما يكون بحق الملائكة والرسل من فيات اليمنى؟ لا شك أن العلماء
يجب عليهم ما لا يجب على العوام. فالعلماء يجب عليهم الإيمان بالعقيدة بتفاصيلها من الكتاب والسنة، وأما العوام يكفي منهم الاعتقاد المجمل، يكفي منهم الاعتقاد المجمل على حسب ما يستطيعون. نعم. أنتم شوفوا الآن، شوفوا الآن مؤلفات في التوحيد، شوفوا مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ما تجدون فيها ذكر الرؤيا ذكر الأشياء، لأن هذه للعوام والمبتدئين بخلاف طلبة العلم المتمكنين، فهؤلاء لهم الكتب الموسعة الكتب المطولة. نعم. فالناس طبقات درجات. نعم. يقول المؤمن وقعداء من هذه البلاد يستجد الحديث من القرون في السابق ومقوله صلى الله عليه وسلم ومن جاهده بيده فهو مؤمن نازل، على انه يجوز القعود على الامام الظالم والانكار عليه العلني. هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء الخلوف، الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون يجاهدون، بمعنى أنهم يبين ضلالهم ويبين انحرافهم، لأنهم لا يعملون بالسنة وإنما يعملون بالبدع، فيبين هذا، يبين هذا ويوضح ويرد عليهم، ما هو بمعناها الخروج بالسلاح على ولي الأمر. ما جاء ولي الأمر ذكر في هذا الحديث، هذا فيه ذكر الخلوف والخلف، فيه ذكر السلف والخلف. نعم. طيب، وهذا هل يقول، هل يتكلم على المملكة؟ هو أصلح المملكة اللي هو فيها، المملكة اللي هو فيها هو أصلحها، كيف إنه ينظر إلى المملكة فقط ويبي يفسد أمرها؟ ويبي إذا كان فيه في استطاعة يصلح البلد اللي هو فيه والمملكة التي هو فيها. نعم. العام يذكرون من ذلك الحديث أبي موسى لأنهم لا يفهمون الحديث الأحاديث ولا يفهمون بل يعتمون عن طريق تقليد العلماء، وهل هذا التقليد مذموم؟ نعم. هل العام يذكرون من ذلك الحديث يا أخي شوف لك بالحديث، لم يرفعوا، لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا بذلك رأسا، هل عوام المسلمين كذلك لم يقبلوا هدى الله ولم يرفعوا به رأسا؟ لا، عوام المسلمين على خير إن شاء الله، على خير ويعتقدون الخير وقلوبهم نقية ويعملون بطاعة الله ويؤدون أركان الإسلام وأركان الإيمان. الحديث بالذين لا يرفعون بذلك رأسا ولا يعبؤون به ولا يلتفتون إليه، وليس كذلك عوام المسلمين، عوام المسلمين يقبلون الخير ويحبون الخير. نعم. أحسن الله عليكم. لا يجوز تفسير القرآن بالنظريات الطبية والفلكية وما أشبه ذلك، ما يجوز تفسير القرآن إلا بالمصادر المعروفة، وهي تفسير القرآن بالقرآن أو تفسير القرآن بالسنة النبوية أو تفسير القرآن بأقوال التابعين أو تفسير القرآن بالمقتضى اللغة العربية التي نزل بها، أما تفسيره بالنظريات الحديثة هذا قول على الله بلا علم، والنظريات ليست معصومة، تختلف وتخطي، فهل نجعلها تفسيرا لكلام الله وهي عرضة للخطأ وعرضة للتغير؟ ما تجعل تفسيرا لكلام الله عز وجل، هذا غلط، هذا غلط. وكلام في
القرآن بغير علم، تفسير القرآن بغير علم، نسأل الله العافية، تخرص. نعم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر، العلماء، أهل الذكر هم العلماء، ما يسأل العوام ولا المبتدئين ولا المتعالمين، وإنما يسأل أهل العلم، أهل الذكر. نعم. كل الصحابة رضي الله عنهم كلهم مأمور باتباعهم. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. مهاجرين والأنصار، هؤلاء صحابة رسول الله، مهاجرون وأنصار. فالله جل وعلا يقول والذين اتبعوهم بإحسان، فنقتدي بهم كلهم. نعم. نعم، يؤتى بلفظ الحديث، الله سكت عن أشياء رحمة بعباده، تقول كذا، ما تقول الله الساكت أو من أفعاله السكوت، لا، تجيب لفظ الحديث، تقول إن الله حرم أشياء وحد حدودا وأباح أشياء وسكت عن أشياء، تسوق لفظ الحديث. نعم. لا، أو حديث صحيح، هذا مشتهر على ألسنة العوام، ولكن قوله تعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، هذا يؤخذ من القرآن، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. نعم. حديث صحيح، وليس معناه أن الزاني يكفر يخرج من الملة، لكن معناه أنه ليس مؤمن كامل الإيمان، المراد نفي كمال الإيمان لا نفي أصل الإيمان. اللي يقولون نفي أصل الإيمان هم الخوارج والمعتزلة، أما أهل السنة فيقولون المراد نفي كمال الإيمان، وأن المعصية الكبيرة من الزنا وشرب الخمر تنقص الإيمان نقصا كثيرا، قد لا يبقى معه إلا إيمان ضعيف لكنه لا يكفر. نعم. لا أصل لهذا، لا أصل لهذا، إن الفاتحة تقرأ لأرواح الأموات أو تقرأ في ختام المقالات أو الأشياء مثل أو القراءة في القرآن إذا خلص يقول الفاتحة، هذا كله من البدع. نعم، فاتحة تقرأ في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الزواج العرفي المراد به الذي لم يسجل في نظام الدولة، يعني يعقد على امرأة بولي وشهود ولا يسجل بموجب النظام، هذا يصح لأنه يعني مستكمل لشروطه وأركان، وله من شرط أنه يسجل، لا يصح من ناحية الشرع، يصح عاد من ناحية النظام وأنه معرض للعقوبة من الدولة شيء آخر،
أما من ناحية الشرع فما دامت تمت أركانه وشروطه الشرعية فهو صحيح. وأما زواج المتعة كان مشروطا مصرحا به لأنه متعة هذا حرام، والمتعة حرمت ونسخت نسخت إلى الأبد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يعود إليها ويبيحها يعتبر كافرا. أجمع المسلمون على تحريم نكاح المتعة، ولم يقل به إلا الرافضة. رافضة لا عبرة بخلافهم ولا حجة بقولهم، ولا يؤثر هذا على الإجماع. أن إذا كان مصرح بالمتعة أنه زواج مؤقت متفق عليه الطرفان فهذا حرام ولا يجوز. أما إذا كان شيء في القلب، القلوب لا يعلمها إلا الله، يحرم على الإنسان أنه يبيت هذه النية لتزوج المرأة المسلمة حيث تريد أنه زوج لها، وهو يبيت في نفسه أن يقضي حاجة ويتركها، هذا لا يجوز، هذا خيانة. ولم توافقه الزوجة على هذا ولا ولي الزوجة، لو دروا ما عقدوا له على هذا. أما إذا اتفقوا على أنه زواج مؤقت هذا متعة، إذا دروا واتفقوا على أنه زواج مؤقت فهذا متعة. أما إذا كانوا ما دروا إلا هو يبيت في نفسه هذا، هذه خيانة وحرام عليه ولا يجوز له هذا العمل. ثم أيضا أولاده، إذا جاء من هذه الزوجة أولاد وين يروحون؟ يضيعون، هم بذمته وهو مسؤول عنهم أمام الله سبحانه وتعالى، ليست المسألة قضاء شهوة فقط. نعم، فيها حقوق زوجية، فيها حقوق أولاد، مسألة مسؤولية، الزواج مسؤولية ما هو يتلاعب به الشهوات فقط. نعم. الله لا أعرفه، لكن الإنسان ما له إلا عمل، يموت في المدينة ولا يموت في المشرق ولا في المغرب، ما له إلا عمله. لو مات في المدينة وعمله سيء ما ينفع ذلك، ولو مات في المشرق أو المغرب وعمله صالح لا يضره ذلك. الصحابة ما مات أكثرهم في الأمصار البعيدة الجهاد في سبيل الله، واستوطنوا البلاد المشرق والمغرب لتعليم العلم ونشر العلم، وماتوا هنا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدار على العمل، ما هو المدار على البقعة اللي تموت فيه. نعم. أحسن الله إليكم، ما هو الميت وكيف يستطيع المسلم معرفة الميت في تعاملاته؟ الميسر هو كل مراهنة، كل مراهنة أو غرر في البيوع، هذا يسمى بالميسر، اللي فيه مخاطرة ومراهنة وغرر في البيوع هذا هو الميسر وهو القمار. نعم. أحسن الله إليكم، كيف يتحصل الإنسان على أهل المراهنة بين الفريقين او بعض؟ نعم. كيف يتحقق الانسان على اهل المواقف بين الفريقين او بعض صلاه الفجر الى شروط الشمس؟ هل هو في مكان الذي يصلى به ام ليس عليه حرج في التنقل الى المسجد؟ الظاهر والله اعلم ان انتظار الصلاه بعد الصلاه هو الرباط، كما قال صلى الله عليه وسلم: انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الظاهر والله أعلم أنه إذا صلى الظهر وهو ينوي ويعزم بقلبه أنه يصلي العصر، إذا صلى العصر يعزم وينوي بقلبه أنه يصلي المغرب، هذا معنى انتظار الصلاة بعد الصلاة، ما هو بلازم يجلس في المسجد حتى لو في شغله، لكن نيته وقصده أنه إذا أذن يروح للمسجد يصلي، هذا انتظار الصلاة بعد الصلاة وهو في شغله. نعم، ما نعطل الناس من أشغالهم ونقول اجلسوا في المسجد انتظار الصلاة، بل إذا عزم على هذا ونوى بقلبه فهذا
قد انتظر الصلاة. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا طالب علم تنصحونني تفسير القرآن كتاب القرآن. الكتب المفيدة أحسن من القرآن كثيرة. تفسير ابن كثير هذا جيد ومأمول وفيها حديث وفيه علم غزير تستفيد منه ويستفيد منه المستمع. نعم. الله كيف يرد المصلي السلام عندما يسلم عليه ويدخل المسجد ونحن نعرف عن رد السلام عليه؟ يقولون بالإشارة، يشير بيده رد السلام، يرفع يده إشارة إلى رد السلام وهو يصلي. نعم. هل أعلم في فرق النمل الذي يؤذيني في المسجد إذا كان لا أعلم؟ المؤذي الذي لا يندفع ذاه إلا بالقتل يقتل من النمل وغيره وليس فيه إثم لأن هذا لدفع الأذى. نعم. أحسن الله عليكم. هل كان رسول صلى الله عليه وسلم ينفع الأسماء الحسنة ويتجارع من دون الأسماء القبيحة كما في قصة الرجل الذي أسلم وليس في سوق الحديبية فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن اسمه فقال شهير؟ لما أقبل ويعرف شهير، لما أقبل سهيل بن عمر قال سهل لكم من أمركم، فالرسول نعم كان يعجبه الفال كما في الحديث، أنا يعجبه الفال إذا سمع الكلمة الطيبة أو سمع الاسم الحسن فإنه يعجبه ذلك ويتفاعل به ويؤمل من الله خيرا، أما إذا سمع الاسم المستكره فإنه يكره هذا ولكنه لا يتطير عليه الصلاة والسلام ولا يترك ما عزم عليه ولا يرده ذلك عن المضي في ما قصد، وإن كان يكره هذا الشيء لكن ما يرده ذلك عن المضي في عمله وفيما أراد عليه الصلاة والسلام. نعم. ما رأيك في البرمجة العصبية من الآن؟ هل فيها شيء من ذلك؟ إيش؟ البرمجة العصبية. عصبية؟ والله ما نعرفها. نعم. منتشر الآن أسواق تسمى زيت الحشيش، إشتعل صناعة المسلمين. والله هذا أشكال، ولكن سئل عنه قالوا ما هو مواد من الحشيش وإنما سموه كذا، هذا مجرد اسم ولا هو مواد مستخرج من الحشيش، إذا كان كذلك فلا حرج، أما إذا كان مستخرجا من الحشيش المخدر فلا يجوز. نعم. نعم. يعني لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد فكر وعقل، إنما هو طفل صغير. نعم. الأطفال اللي ولدوا ومات النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يميزوا لا يعتبرون من الصحابة قبل التمييز. نعم. قرأت في بعض أن المؤلف قسم الإيمان على قسمين، إيمان مؤمن وهو إيمان بالله كما هو بالأسماء. قرأت إيه؟ في بعض أن المؤلف قسم الإيمان على قسمين، إيمان مؤمن وهو إيمان بالله كما هو بالأسماء. نعم. وقبل جميع الأحكام، وإمام المفصل هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه. لا بد من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره، لا بد من الإيمان بأركان الإسلام، لا بد من هذا، هذا لا يعذر أحد بجهله، إنما تفاصيل العقيدة
هذه ما يطالب بها العوام، وإنما يطالب بها العلماء والمتعلمون. فالعام يكفيه الإيمان المجمل بالله ورسوله وكتابه، وأما التفاصيل فهذه لأهل العلم. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على